سامز كان عدى من خلال سموحه، كسب 3-1. والحقيقه ان الهدف الثالث هو المثير جدا للجدل، هو اللي عامل شويه الضغط، وهو اللي مخلينا اكيد برضه هنسال المهندس فرج عامل، لانه انتقد بشده الاداء التحكيمي. لكن لان ضربه الجزاء الثالثه الحقيقه كره من يعني فخر الدين بن يوسف بيلعبها بيراوغ، راحت الكره جت في ظهر رجب نبيل، فما فيش فار في الفيديو في الكاس الا في دور الاربعه والفاينل. ف الحكم امين عمر يعتبر ان هي لمسه يد، فاجهز على طموحات سموحه في العوده، اللي كانت النتيجه وقتها 2-1، وسجل رمضان صبحي الهدف الثالث. وده اللي بيخليني اقول انه هي دي الكره في عهد ما قبل الفار. وبناء عليه انت انك عشت في مرحله الفار، ما ينفعش ابدا ترجع للخطوه اللي قبلها تاني انك تقول هنلعب ماتشات من غير فار. يعني ما ينفعش نبدا الكاس اللي جاي ده واحنا بنقول هنلعب اول كام دور من غير فار، لا خلاص، اللي عاش واللي داق الفار ما ينفعش تاني يرجع لمرحلة ما قبل الفار. والحقيقة انه ده بيثبت لنا انه الفار قلل اخطاء التحكيم. انت متخيل كنا هنشوف حالات زي دي كتيرة قوي في الدوري لو ما كانش فيه فار. فالفار بالفعل قلل الاخطاء، لم يقضي على اخطاء التحكيم لكنه قللها بشكل كبير جدا. كرة امبارح دي بإعادة واحدة كان يقول انا اسف ويروح مرجع القرار ويتلعب الكرة مش ضربة جزاء، لكن بسبب ان مفيش فار الثقة في النفس بقى ضربة جزاء، وهي في الواقع من أول لقطة في التلفزيون مش ضربة جزاء إطلاقا.